السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف عافية. طيب هلا الكل بيعرف إنه انتهى تسليم الواجب، كان آخر تسليم يوم السبت. أنا لغيت الهوم وورك أو خلينا نحكي الكويز وأجلته للأسبوع القادم، لحتى بعض الطلاب بعثوا لي إيميلات إنه في عندهم كثير كويزز يوم هذا السبت، فأجلناه للأسبوع القادم موضوع الكويز. طبعا راح يكون في عنا خلال السبت القادم معلومات بتخص المادة، ومرة ثانية راح يكون في عنا كويز بخص المادة بشكل عام لغاية الآن اللي تم تغطيتها. أي سؤال على المادة لغاية الآن؟ أي سؤال على المادة من قبلكم؟ آخر شيء أعتقد إحنا بلشنا بالشابتر اللي هو الـ Array Based List، وبلشنا نحكي عن أنواع الـ Arrays. إذا في حدا متذكر وين وصلنا بالضبط؟ شو رأيكم؟ بعدها أخذنا هاي، وصلنا هون. إذا وصلنا معناها عند الـ Python Sequence Classes. أوكي معلش، اللي حكيته انه السبت القادم ان شاء الله راح يكون عندنا كويز في الماده في موعد المحاضره. هاي بالنسبه للي حكيته عن الماده لغايه الان. طيب اذا وصلنا هون اللي هي بايثون سيكونس كلاسز، راح نحكي عن الانواع البيلت ان تايبز اللي اخذتوها اوريدي. انتوا اخذتوا الليست واخذتوا السترينج، بعضكم بيحكي لي اخذنا التبل، البعض الاخر بيحكي لا. تفضل يا مروان. دورك وزع اي تشابتر بالمادة اللي أخذناها لغاية الآن، يعني يعني هذا هذا اللي راح ناخده اليوم وخلال هذا الأسبوع راح يكون داخل معانا. أوكي طبعا أنا راح أوضح لكم من خلال معلومات على الإي ليرنينج شو المادة اللي هي مطلوبة في الامتحان أو في الكويز سوري القصير. الآن نكمل. إذا أخذتوا أنتوا أنواع اللي هم الليست والسترينج، التبل بعضكم بيحكي لي ما أخذناه والبعض بيحكي أخذناه أوريدي من خلال المسمى array. الآن each of these sequence types بالنسبة لنا support indexing to access an individual element. سواء استخدمت الليست ولا استخدمت التبل ولا استخدمت الاستيار، في كل الأحوال إحنا بحاجة للإندكس. وين موقع القيمة؟ وين موقع القيمة بالضبط اللي أنا بدي أتعامل معاها لحتى أقرأ هاي القيمة وأقرأها؟ فهون بحكي لي individual، مقصود إنه أنا بدي أقرأ قيمة واحدة. طبعا من خلال السنتاكس اسم الأري أو اسم الليست أو اسم أو حتى السترينج، بين أقواس الاندكس اللي أنا بدي أتعامل معه. Each of these types uses an array to represent the sequence. كلياتهم عبارة عن نوع من أنواع الأريز. الأري هي مجموعة من المواقع في الذاكرة الرئيسية لهم عنوان، وكلياتهم بيكونوا متتابعين، دائما ببلشوا من عند الاندكس 0. فإذا اجيت على السترينج 1 2 3 هو عبارة عن سترينج فاليو، فالقيم هم 0 1 2، ممكن اخزن فيهم ال 1 2 3 الموجودين عندي. تيجي معلومة ثانية اللي هي الاس الموجود عندي تحت، هاي عبارة عن ليست. ليست هاي مخزنة برضو في مواقع أخرى مختلفة. كيف رح يكونوا؟ هل هم بالترتيب؟ طبعا السترينج الأول والليست الثانية بيكونوا بشكل عشوائي، يتم اختيار مواقعهم في الذاكرة الرئيسية. لكن إمتى ما بلش يخزن لي القيم اللي بتخص هذا السترينج أو بتخص هذا الليست، معناته أنا عم بحجز مواقع متتالية. المعلومة المكتوبة هون رح أجلها لآخر السلايد اللي بعده، بعد هيك برجع لها. الآن في عندي نوعين من أنواع الأري أو طريقة تخزين الأري بتكون بطريقتين مختلفات. في عندي أنواع الأري بنسميها compact، هاي بحالة إيش؟ string value. فدائما string أي نص أنا بدي أخزنه هو عبارة عن compact array. شو معنى compact array؟ يعني القيم عم تتخزن فعليا في الاندكسز والمواقع اللي تم حجزها من قبل هذا السترينج. فحرف الاس في الاندكس 0، حرف الاي في الاندكس 1، حرف الام بالاندكس 2، وهكذا لاوصل لاخر اندكس اللي هي رقم 5 وفيه حرف الاي. المعلومه موجوده في هي الاندكسز مباشره،
وعم تتخزن بشكل متتالي داخل الذاكرة الرئيسية. إذا الكومباكت أري معناته أنا بحكي عن إيش؟ عن السترينج اللي هو النصوص بأشكالها المختلفة بغض النظر شو القيم الموجودة داخل الدبل كوتيشن. الآن كلهم رح ياخدوا بالطريقة هاي، كلهم رح يتخزنوا بالطريقة هاي، كلهم رح يتعامل معهم as compact array، يعني array مضغوطة، المعلومات هي في المواقع اللي تم حجزها بشكل متتالي. الآن نيجي على النوع الثاني اللي هو referential array. هذه الطريقة بتمثل list، هاي الطريقة هي عبارة عن list. شو يعني referential array؟ يعني إنه داخل list الفعلية والمواقع اللي تم حجزها لهي الليست ما بتتخزن القيم، وإنما بيتخزن عندي أدرس أو عنوان وين القيمة فعلياً عم تتخزن. نيجي على ليست فيها القيم ريني، جوزيف، جانيت، جوناس، هيلين وفيرجينيا أو فيرجينيا. فإذا هذول القيم كلياتهم داخل الليست مخزنين. أنا إذا بدي أقرأ من الاندكس زيرو، هل القيم موجودة فعلياً في الاندكس زيرو؟ الإجابة لا. الاندكس زيرو في عندي عنوان او ادرس، وين القيمه رينيم خزنه عندي الان داخل الذاكره. الاندكس واحد فيه عنده عنوان، وين كلمه جوزيف مخزنه الان في الذاكره. ليش عم بخزن لي اياها بالطريقه هاي؟ لانه الان اذا بدي اطلع على الكلمات كاكزامبل او كمثال، رينيه مكونه من 4 حروف، كلمه جوزيف مكونه من 6، كلمة جنت مكونة من 5، كلمة جونس مكونة من 5، كلمة هيلين 5 حروف، كلمة فيرجينيا 7 حروف. إذا عم بيختلفوا في عدد حروف الكلمات الموجودة عندي كلمة عن الثانية. إذا أنا بدي أخزن القيم فعليا داخل الأري أو الليست الموجودة عندي الآن، رح يبطل عندي آلي أني أعرف وين البداية وين النهاية لكل واحدة فيها. رح يصير في عندي صعوبة إني أعرف بداية ونهاية كل قيمة من القيم. هاي بحالة الليست كلياتها عبارة عن string. طيب لو كانت الليست موجودة عندي true false كقيمة، وقيمة في عندي integer، قيمة من نوع float، وقيمتين من نوع string، إذا أنا بدي أخزنهم داخل الليست نفسها رح نواجه صعوبة كبيرة. إنه طيب كل إندكس كم عدد السيلز اللي بده يخزن فيها، كم أكبر عدد ممكن من السيلز أو من الفريمز بده يحجزهم في المين ميموري لكل خلية أو لكل سيل موجودة عندي. طيب بعد ما أنا أحجز هاي الخلايا، هل أنا عم بضيع مساحات بدون ما أنا أستخدمها بهي الطريقة؟ الإجابة أكيد نعم. فإذا أنا بدي أخزن الرقم 1 بدي أحجز له 2 بايت، وحرف الـ A بده 2 بايت، إذا أنا عم بضيع مساحة. إذا أنا بحجز مثلاً لا الفلوت 4 بايت، معناته أنا بدي أحجز لكل الحروف وكل القيم اللي عندي 4 بايت بهي الحالة. فإذا أنا عم بضيع مساحات إذا بدي أستخدم الكومباكت أري. إذا الريفرنشال أري عم تحاول تحل هي المشكلة، تحاول تحل مشكلة المساحة اللي أنا ممكن أخزن فيها القيم، وتسهل علي أني أقرأ القيم اللي أنا بدي إياها. فإذا داخل الليست نفسها عندي رفرنس أو أدرس وين القيمة فعلياً عم تتخزن، ما عندي قيم داخل الليست نهائياً. فأنت لما تحكي له اسم الليست الاندكس زيرو، هو عم بيروح يقرأ العنوان من الاندكس زيرو، عم بينطلق لهذا العنوان لحتى يجيب لي القيمة المخزنة فعليا. إذا الآن بدنا نشوف الفرق بين الجملة الأولى والثانية. أنا عندي string فيه القيم 1 2 3، وعندي list برضو فيها 1 2 3، هاي character وهاي character. طيب كيف رح أخزن القيم؟ الأولى هي عبارة عن compact array زي ما حكينا قبل شوي، هي compact. الحرف الواحد بده 2 byte، عندي 3 حروف، معناته أنا بدي 6 بايت لإلهم كلياتهم، بالإضافة لميموري بده يخزن فيها معلومات عن نوع الأوبجكت اللي أنا استخدمته الآن. فلازم يكون في عندي معلومات إنه هذا string variable. طب ليش أنا بدي معلومات إنه هذا string object أو string variable؟ لحتى أعرف شو نوع العمليات اللي أنا ممكن أقوم فيها على هذا المتغير، حتى أشوف شو الميثودز الجاهزة اللي أنا ممكن أستدعيها بالنسبة لهذا المتغير. نيجي على الليست اللي تحت، هي referential array. فإذا أنا عندي 1 2 3، عندي 3 characters،
فأنا بدي 3 ضرب 2 للكاركترز الموجودين عندي، 3 حروف كل واحد بده 2 بايت. بالإضافة أنه أنا بدي 3 مواقع داخل الذاكرة الرئيسية لحتى أحط العنوان أو الأدرس وين القيم الواحد والاثنين ثلاث بدهم يكونوا عندي. إذا أنا بدي أضيف عليها 3 بايت هاي اللي هي العناوين وين القيم فعلياً عم تتخزن. طبعاً هدول كلهم رح يكونوا 9 بايت. بالإضافة أنه بدي معلومات عن الأوبجكت نفسه وكيف أنا عم بخزن الأوبجكت داخل الذاكرة الرئيسية. أي سؤال لغاية الآن؟ واضح الفرق ما بين الكومباكت أري والريفرنشال أري؟ أوكي، رح نكمل مع الريفرنشال اللي هي مور دايناميك، لأنه الكومباكت أري خلينا نحكي الحجم محدود بالنسبة لكل كاركتر فقط 2 بايت، ومشان هيك بتعامل مع الأرقام مع الحروف مع الرموز كلهم as character. بينما بالليست هي دايناميك أكثر، ممكن حط فيها أنواع مختلفة، قيم مختلفة تماماً عن بعضها البعض، واحدة بوليان، واحدة انتجر، واحدة سترينج، واحدة فلوت، فإمكاني التعامل معهم بسهولة. ممكن أعمل ليست أوف ليستس يكون في عندي متداخلين مع بعضهم البعض. إذا البايثون بحكي لي إنه أنا بدي أمثل الليست أو حتى التبل باستخدام internal storage، فالمواقع هي فقط لا الريفرنس أو لا الأدرس العنوان، فمنسميها low level array، إنه القيم مش عم تتخزن فعليا داخل الأري وإنما العنوان هو اللي عم بتخزن داخلها. بحكي لي what is stored is a consecutive sequence of memory addresses، عبارة عن عناوين وين القيم عم تتخزن. العناوين هاي متتابعة في 0 1 2 3، لكن قيمة رينيه موجودة في عنوان مختلف تماما عن جنت بعيد عنها، ممكن يكون قريب منها، هذا بشكل عشوائي. الصفر إذا عم تتخزن كلمة رينيه بشكل عشوائي وعم يتخزن العنوان تبعها في الموقع صفر، كلمة جوزيف عم تتخزن في شكل عشوائي ونحط العنوان تبعها بالرقم 1، جانيت عم تتخزن بشكل عشوائي ونحط العنوان في رقم 2، وهكذا لحتى نخزن كل القيم داخل الليست. طيب بحكي لي a single list instance may include multiple references to the same object as element of the list. شو معنى هاي الجملة؟ إنه أنا ممكن يكون عندي أكثر من تسمية وأكثر من مؤشر عم بيأشروا على نفس الليست الموجودة عندي. مثال إجا بحكي لي عرف لي temporary اللي هي array جديدة أو list جديدة، خليها تساوي ال primes اللي هي الليست القديمة اللي عندي هون من 3 لأقل من 6، فرح يأخذ القيم الموجودة في الاندكس 3 4 5. طيب شو بدي يعمل فيهم الآن؟ بيجي الآن بحكي لي إنه الاندكسز، طبعاً هون إحنا بنحكي اندكسز، هاي القيم المخزنة فعلياً. البرايمز عندها الاندكس 0 بيأشر على القيمة رقم 2، الواحد فيه القيمة رقم 3، الاثنين فيه القيمة رقم 5، 3 6 7، الأربعة فيها 11، الخمسة فيها 13، الستة فيها 17، والسبعة فيها 19. هل القيم هاي مخزنة فعلياً داخل الليست؟ الإجابة هي لا. هون مخزن داخل الليست هم العناوين وين القيم داخل الذاكرة الرئيسية. لما أنا أعمل temporary بتساوي primes من 3 إلى 6، فبيجي بيحكي لي القيم الموجودة في الموقع 3، القيم الموجودة في الموقع 4، القيم الموجودة في الموقع 5. أنا بدي أعمل reference لألهم، بدي أأشر عليهم كإضافة من عندي لحتى أستخدمهم من خلال مسمى جديد اللي هو temporary. طبعاً بحكي لي if and it is possible for a single object to be element of 2 or more list. مثال الآن إذا أنا ضفت كملت الآن على البرنامج هذا، جيت حكيت لك temporary of 2 خليه يساوي 15. فالآن بيجي بحكي لي الموقع 2 في temporary خليه يأشر لي على قيمة جديدة، على عنوان جديد، العنوان الجديد هذا بده يكون في عنده القيمة 15. طيب شو بالنسبة للتمبوراري؟ التمبوراري الآن عم بتأشر على قيم موجودة في البرايمز وعم بتأشر على قيم خاصة فيهم، فإذا هو مش بس أنه عنده قيم واحدة، عنده أكثر من قيم وأكثر من عنوان وأكثر من values بشكل منفصل أو بشكل مشترك ما بين التو ليستس الموجودين عندي. Possible for single object اللي هو temporary الآن
to be element of two or more list. فعند الليست اللي فيها 15 عند الليست الأساسية اللي فيها الأرقام من 2 ل 19 هدول two lists. التمبوراري عم بيأشر عليهم الثنتين على جزء من كل واحدة فيهم لحتى يقرأ القيم. As those lists simply store reference back to that object. بما أنهم هم فيهم الريفرنسز معناته أنا من خلال الأوبجكت نفسه العنوان الموجود عنده أنا بوصل للقيمة اللي أنا بدي أقرأها وبدي أتعامل معه. أي سؤال لغاية الآن؟ دكتورة طيب هسا temporary ما بترجع تحط قيم يعني ما بترجع تخزن مرة ثانية في المين ميموري بس ترجع هي بما أنها أخذت جزء من البرايمز فهو بدل ما أنه يروح يعمل لها مواقعها الخاصة بيعملهم مشتركين الآن. إذا أنت حاولت تعدل على أي جزئية من التمبوراري الآن بيلغي العنوان القديم بيعمل لي عنوان جديد وبيعطيني القيمة اللي أنا بدي إياها. تمام. أي سؤال آخر من قبلكم؟ هذا أي محاول للتعديل على التمبوراري رح يلغي لي الادرس او العنوان الموجود عندي هون ويعمل لي عنوان جديد وفيه القيمه الجديده اللي انا عملتها من خلال التعديل او جمله التعديل اللي انا كتبتها. اذا كان عندي طيب الجمله التاليه داتا بتساوي 0 ضرب 8 شو معنى هي الجمله؟ اخذتوها في البايثون ولا لا؟ ايوه. شو هي معنى هالجمله؟ هي بتساوي لسته في اصفار ثمان مرات بيعمل لي ليست اسمها داتا فيها ثمان اصفار مكررين. فاذا انا عم بحجز ثمان مواقع من صفر لغايه سبعه وكلهم فيهم القيمه ايش؟ صفر في النهايه. فهذا اللي عم بيحكي لي اياه هون بحكي لي الاري اللي اسمها داتا الان فيها القيم بالاندكسز من صفر لسبعه كلهم عم بيأشروا على الصفر هاي. ما في داعي اني الصفر هاي الاندكس 0 يأشر على صفر لحاله والاندكس 1 يأشر على صفر والاثنين يأشر على صفر لحالها. فبحكي لي بما انه القيمه مشتركه ما بينهم كلياتهم من خلال الجمله هاي كلهم عندهم نفس العنوان للقيمه صفر. الان اي محاوله للتعديل طلعوا على الجمله اللي تحت داتا اوف 2 انا عم بحكي لك الموقع 2 الان زد لي عليه بمقدار 1 فبيلغي الرفرنس وبيلغي لي العنوان اللي كان موجود عند الاندكس 2 وبيخلي لي أشر على القيمة 1 في موقع جديد مختلف تماما. أي سؤال لغاية الآن؟ أي أسئلة من قبلكم؟ أي أسئلة؟ compact arrays الأري المضغوطة احنا اخذنا كمثال عليها اللي هي ايش السترينج فاريبل اللي احنا اخذناه قبل شوي. فهناك التعامل كلياته as character ودائما بده 2 بايت لحتى يشتغل معه. طيب اذا انا بدي اخذ ما بدي اياهم character انا بدي اياهم ارقام انتجر او float وبدي اتعامل معاهم بطريقه مختلفه. بحكي لي احنا ممكن نبني compact arrays من خلال اللي هي الري استخدام الجملة التالية. فبرايمري سبورت فور كومباكت اري من خلال النيمد اري او الموديول اللي اسمه اري. هون راح يستخدم الكلاس اللي اسمه اري لحتى اعرف نوع محدد من البيانات اللي انا بدي اخزنها. بيختلف عن الليست انه هون مش مسموح لي احط انواع مختلف كلهم مع بعضهم البعض. نوع واحد فقط لا غير لازم احدده من خلال المود او الحرف الكاركتر مود او التايب اللي انا بدي اختاره هون. فالان بالنسبه للكلاس اللي اسمه array بياخذ قيمتين. القيمه الاولى بتمثل التايب كود انه انت شو نوع القيم اللي بدك تحطهم داخل هي الاري. والجزئيه الثانيه هي بتكون عباره عن ايش؟ عباره عن القيم اللي بدك تخزن. لازم يكون عندك توافق ما بين الاندكس او الحرف سوري التايب كود الموجود عندي داخل الكوتيشن وما بين القيم الموجوده عندي ليتر اون. طيب شو هم هدول الكود او شو الحروف هاي الموجوده عندي؟ حرف الاي هو السايند انتجر يعني الارقام الصحيحه الموجبه والسالبه.
فحسب انت شو نظام التشغيل اللي عندك وحسب الذاكره اللي عندك ممكن ياخذ 2 بايت او 4 بايت. الاي كابيتال لتر انسايند انتجر مثلا. اذا بدي اروح على الاف هي فلوت، اذا بدي اروح على الدي برضه فلوت. طب شو الفرق بين الاف والدي؟ الاف طلعوا على المجال تبعها فقط 4 بايت بينما هون 8 بايت. اذا كان عندي ارقام كسريه لحد خلينا نحكي 2 بليون وسالب 2 بليون فبياخذ ليها بالاف. طب اذا عندي اكثر من 2 بليون الان او اكثر من 4 بليون الان شو بدي يعمل فيهم؟ لازم تستخدم حرف الدي اللي هي الدبل كحجم اكبر، امكانيه تخزين ارقام اكبر بكثير من الفلوت والتعامل معه. حرف البي هو signed character، حرف البي capital unsigned character، اليو هي لليونيكود character، الاتش للsigned short integer الأرقام الصغيرة واللي بتتكون من خانات صغيرة عددهم، فعنده مثلاً أحد وعشرات ومئات، ما عنده آلاف ومئات ألوف وملايين إلى آخره. فهي كإكزامبل الانسايند شورت انتجر انه انا بدون اشارات، ما بدي انه موجب وسالب نهائيا. فاذا لازم اكون شو عارف الكود لحتى اعرف شو نوع القيم اللي انا بدي اخزنها في النهايه. اذا انا ما عرفت شو الكود تايب اللي انا بدي اختاره لازم اطلع على نوع البيانات من خلالها انا ممكن اعرف شو نوع الكود تايب او تايب كود اللي انا ممكن احطه داخل الدبل كوتيشن كقيمه اولى. إذا هي من خلال الكلاس اللي اسمه array، أنت بإمكانك الآن تعرف لي array الخاصة فيك، تأخذ نوع واحد ممنوع تعطيني تنويعات، هي عبارة عن compact array وليست referential أبداً. أي سؤال لغاية الآن؟ واضح الأمور ولا بدنا نسأل؟ دكتور شاني signed on signed؟ signed معناته في عندي إشارات الموجب والسالب. Unsigned يعني بياخذ لي الرقم بدون اشارات. دراسه قيمه مطلقه يعني. اوكي دوره اي سمول يس هسه الاثنين اور فور تو اور فور حسب نظام التشغيل اللي عندك وحسب الهاردوير اللي عندك على الجهاز. هلا اذا بتروحوا على اجهزتكم على بريبارتيز للماي كمبيوتر بحكي لك انه انت 32 بت سيستم او في 64 مثلا، ف 32 بياخذ 2 بايت و 64 بده 4 بايت. هذا بيعتمد على نظام التشغيل ونوع القطع الهاردوير الموجوده على جهازك. طيب هسه المثال السابق شو اخذ؟ هسه مش اخذ اي، مش فاهم انا شلون الجدول. الاي معناته انا انتجر فاليوز، انتجر فاليوز قيم من نوع انتجر ارقام صحيحه. فأنا هون بخزن أرقام صحيحة. هلأ typical number of bytes كم عم تحجز موقع داخل الذاكرة الرئيسية لكل قيمة من هي القيم. فأنا الاثنين هون إذا أنا بدي أستخدم 32 bit كنظام فالاثنين بدها 2 byte، الثلاثة بدها 2 byte، الخمسة بدها 2 byte، السبعة بدها 2 byte وهكذا. إذا أنا نظامي 64 معناته أنا بدي 4 4 4 وهكذا لكل واحدة فيهم. واضح؟ واضح دكتور. أي سؤال آخر؟ دكتور هسه رح نصير نطبق على هاي الأريز وال رح نستخدمها ليتر أون، يس. رح نطبقها على البايثون ونشوف كيف برمجتها. لما نصير أعتقد إن الأمور رح توضح أكيد رح توضح أكثر، بس أنا هون عم نحكي لساتنا نظري لحتى نفرق ما بين كومباكت ومعناه ريفرنشال. هذا اللي بدنا نفهمه بالبداية. وإذا أنا بسألك أي من التالي هو يعتبر compact array؟ الكلاس array هو compact، list rank هو compact، list والتبل هم referential. تمام؟ تمام. فالهدف فون إحنا نفرق بين الأنواع. بالنسبة للstring هو للكاركتر بس. طب إذا أنا بدي أنواع أخرى غير الكاركتر معناته أنا بستخدم الكلاس array بهي الحالة. الليست انا بقدر احط النوع اللي انا بدي اياه، انتجر ولا فلوت ولا سترينج ولا بوليان، كلهم بحطهم مع بعضهم البعض ما في مشكله عندي. والتبل نفس الطريقه، نفس طريقه الليست ما في مشكله نهائيا. اوكي لغايه الان؟ طيب
خلينا نحكي الآن، لساتنا إحنا عم نحكي بشكل نظري، هاي المعلومات كلياتها رح ناخدها برمجياً خلال المحاضرة القادمة، أو إذا اليوم كان عنا مجال رح نبلش ناخد برمجياً كيف إحنا رح نتعامل مع المسميات هاي وكيف رح نشتغل عليها. بحكي لي although the Python list class provides highly optimized implementation of dynamic arrays، بغض النظر أو مع أنه البايثون عم يدعم لي فكرة الدايناميك أريز بشكل كبير جدا، ما مع ذلك إحنا هون رح نكتب باستخدام الكود الخاص فينا ورح نشوف كيف إحنا رح نتعامل معاه بطريقتنا الخاصة. فبحكي لي إحنا بشكل عام دائما بإمكاننا إحنا نضيف على قيم على الليست، هل عمره واجهتك مشكلة بإضافة قيم على الليست؟ حكالك إنه أنت حجم الليست وصلت للحد الأقصى، أو إنه ممنوع تضيف قيم على الليست أكثر من هيك، أو حجم الليست أنت وصل لحجم كبير جدا. من خلال اللي هي إيش الأد أو إيش الأبند إضافة، إذا عملت أبند أو أد على ليست هل رح يعطيني مشاكل عليهم؟ لا. طيب حجم الليست من البداية كم بيكون محجوز برأيكم؟ كم حجم الليست أنتوا بتتوقعوا يكون في بداية الشغل تبعك؟ 1 بايت. 1 بايت. طيب افرض أنه أنا ضفت ضليت أضيف من خلال فور لوب ضفت 1000 قيمة مثلا، كم رح يصير حجم الليست الآن عندي؟ يصير يزيد. رح يصير يزيد. طيب الزيادة هاي كيف رح يقوم فيها؟ احنا الذاكرة الرئيسية ما بنعرف، ما إلنا سيطرة على الذاكرة اللي هي المين ميموري ولا على المواقع اللي فيها، اني انا اضل احجز مواقع كلياتهم متتاليين لحتى احط العناوين، صح ولا لا؟ هل عندنا إدارة او سيطرة على الذاكرة الرئيسية للكمبيوتر؟ لا. الإجابة اكيد لا. طيب وانا عم بكبر بحجم هاي الليست وعم بضيف قيم عليها، احنا حكينا داخل الليست نفسها ما في عندي غير الادرس او ريفرنس وين القيم فعليا عم تتخزن، وحتى لو بدي بس ريفرنس معناته انا عم بدي احجز مواقع متتاليه لحتى استطيع اني اقرا اندكس 0 اندكس 1 اندكس 2 اندكس 3 وهكذا لحتى اشتغل معه. الان بحكي لنا شو اللي عم بيشتغله هو داخل البايثون لحتى انه هو كل مره يكبر لك حجم الليست لحتى يصير بامكانك انك تضيف قيم بدون اي مشاكل نهائيا. اول خطوه شو بحكي لك؟ allocate a new array with large capacity. إذا أنا وصلت للحد الأقصى من حجم الليست اللي كانت محجوزة من بداية الشغل تبعي وما في عندي إمكانية أني أعمل append الآن، فهو عم بيشرح لي الآن بالصور. فأنا عندي الأري A أو الليست A فيها القيم، فيها 4 indexes زي ما احنا شايفين من 0 لغاية 3. الآن إجيت أنا بدي أعمل append والمساحة المحجوزة داخل الذاكرة الرئيسية هم فقط 4 مواقع هذول، فيش إمكانية أني أكمل وراهم مباشرة لأنه مرة ثانية الحجز المواقع في الذاكرة الرئيسية هي بتتم بطريقة عشوائية. فأنا ممكن نحجز حجم الأري اي على مساحة معينة في الذاكرة على حجمها بالضبط، فيش مجال أني أضيف. فإذا بدي أضيف عنصر الآن ما بحكي لك مشاكل أبداً. شو بحكي لك؟ بحكي لك رح أحجز لي أري جديدة سميها بي حجمها أكبر من الأري أو الليست الأولى. فراح حجز لي البي الآن في مكان جديد في موقع جديد في الذاكرة حجمها ممكن يكون ضعف حجم الأي أو 3 أضعاف، هذا بيعتمد على كيف نظام التشغيل عم بتعامل مع الأمور بالإضافة للكومبايلر الخاص بالبايثون. فبروح بحجز لي حجم أري 3 أضعاف الأري الموجودة عندي سابقا. بعد هيك شو بيجي بحكي لي؟ انسخ لي القيم، فالقيم الموجودة في الاندكس 0 نزل لي اياها على الاندكس 0 لحتى يكون العنوان عنده، الاندكس 1 جيب لي العنوان حط لي اياه في الاندكس 1 في البي، الاندكس 2 حط لي اياه في الاندكس 2، الاندكس 3 حط لي اياه في الاندكس 3 اللي هي الجملة 2، set p of i بتساوي a of i، لحتى انه احنا المؤشر او الاندكس يضل القيم ما فيها خربطة ويظلهم مرتبين بالترتيب الموجودين فيه أصلا. الخطوة بعدها set A بتساوي B.
شو معنى انه ست A بتساوي B؟ يعني انا عم بستغني عن اللست القديمة وعم بعمل A وB هم نفس القائمة بالضبط بدون اي اختلافات ما بينهم. اخر خطوة اللي احنا عملنا كل هذا الشغل علشانها اللي هي عملية الانسرت او الابند لحتى اضيف قيم على اللست الموجودة عندي. اذا هاي الخطوات، هل احنا اللي قمنا فيها هاي الخطوات؟ هي فعليا بتتم من خلال البايثون بروجرام. في كل مرة انت عم تعمل append عم يعمل check على حجم الليست اللي عنده. اذا في مكان انه انا اضيف القيمة عم بضيف لي اياها مباشرة. اذا حجم الليست وصلت للحد الاقصى اللي هي محجوز لها في الذاكرة الرئيسية بروح بعرف لي array جديدة حجمها، خلينا نحكي ضعف حجم الاري القديمة، عم ينسخ القيم كعناوين الان. بعد هيك عم بيعمل لي الأري القديمة تساوي الأري الجديدة كعنوان وكمعلومة وبيلغي تأثير الأري القديمة تماماً. آخر شيء بتم عملية الإضافة اللي إحنا عم نحكي عنها الآن. فإذا اللي إحنا عم بنقوم فيه هون الكمبيوتر عم بيعمل لنا إياه تلقائياً. هذا الشغل كان لازم أو إجباري في السي بلس بلس إنك أنت تشتغله بنفسك، لأنه حجم الأري هناك ثابت، ممنوع تغيره مع الوقت، ممنوع تعمل إضافة إلا إذا كان في مجال أو في مواقع فاضية داخل الأري. غير هيك بيمنعك منعاً باتاً إنك تضيف على هاي الأري. داخل البايثون الآن الكومبايلر عم بتولى هاي المسؤولية وعم بيقوم لي بهي الخطوات بأثناء عملية الأبند. طيب سؤال، هل كل عملية أبند معناته أنا لازم أعمل الخطوات اللي أنا عم بحكي عنها الآن؟ لا. الإجابة أكيد لا. طب ليش؟ الدكتورة بشوف لحتى تتعبى الأري. هو بيعمل تشيك هل عندي مواقع فاضية ولا لا. فمثلا الآن أنا حجم الأي صار عندي 4 مواقع إضافية، أنا عملت إيش؟ ضاعفت الحجم من خلال أني عرفت البي حجمها، ضعفت حجم الأي، نسخت القيم، بعدك خليت الأي هي مساوي للبي نفسها، لغيت الأي القديمة، عملنا إضافة لعنصر. طيب عملت إضافة كمان مرة، شو رح يعمل؟ رح يلاقي في مكان فاضي فرح يستخدمه. طيب عملت إضافة لأربع عناصر، برضو ما في داعي إني أعيد أي خطوات أو أشتغل أي شيء زيادة، عم بضيف القيم فقط لا غير. طيب إذا ضفت لحد 6 قيم الآن شو رح يصير؟ عند القيمة رقم 5 اللي أنا بدي أضيفها شو رح يعمل؟ رح يرجع يعد لي الموجودة عندي مرة ثانية، فرح يرجع يضاعف حجم اللست الموجودة وينسخ القيم وبعد هيك يضيف لي القيمة اللي أنا بدي إياها وبدي أضيفها على هاي اللست. وضحت الفكرة؟ مرة ثانية، أي شيء إحنا عم نحكيه الآن رح نستخدمه برمجياً من خلال بايثون، رح نبرمج كل الأمور، بس إحنا عم نمشي الآن على المصطلحات الأساسية، على المعلومات الأساسية لحتى نفهم الفكرة الموجودة. نيجي على البرنامج التالي. الآن بحكي لك experiment to explore the relationship between list length and its underlying size in Python. بده يعمل لي مقارنة الآن ما بين الحجم اللي أنا بحجزه لا list معينة والحجم الفعلي المخزن عندي داخل البايثون. طيب كيف أنا بدي أشتغل؟ خلينا نجربه على البايثون نفسه. فالآن هو شو بحكي لي؟ اعمل لي import، خلينا نكتب الكود اللي عندكم في السلايدات، import sys. طب شو import sys معناها؟ انه انا بعمل استدعاء للايبراري اللي هي السيستم. الآن باجي بحكي له data يساوي خليها فاضي، هاي data ما فيها اي information، list فاضية تماما، for k n range of n. الآن الآن هي قيمة أنت لازم تعرفها، أنت لازم تفترضها. فإذا افترضنا مثلاً الآن قيمتها 10، أنا بدي يمشي الفور لوب 10 مرات لحتى أشوف التأثير تبع هاي الألغوريثم. الآن خليها تساوي length لا الداتا، طول أو حجم البيانات اللي أنا عم بخزنها داخل الداتا كل مرة. فأنا بدي أشوف حجم الداتا كبيانات الآن. البي خليه يقرأ لي اللي هي من خلال sys.getSizeOf اللي هي الحجم الفعلي اللي أنا بدي أستخدمه
لهي الليست لحتى اخزنها في خلينا نحكي الذاكره الرئيسيه. الان هذول بالنسبه لنا الاولى والثانيه رح نشوف الفروقات ما بينهم ورح اطبعهم A فاصل B. هذا اللي مطلوب عندي في السلايدات. في كل مره بالفور لوب انا بدي اعمل append عليها، فانا ما بدي اخلي حجم البيانات ثابت، انا بدي اعمل اضافه كل مره. بدنا نضيف القيمة نان لأنه أنا ما بدي نوع البيانات هو اللي يكون له التأثير على الحجم، فالنان هي ولا شيء بالنسبة لنا، فبدنا نشوف تأثيرها على حجم الليست الموجودة عندي. فطلع أول ما بلشنا الليست كانت فاضية، اللينكث لها زيرو، عدد القيم المخزنة فيها صفر. كم الحجم اللي كان حاجز لي إياه داخل الذاكرة؟ هي 28 بت أو بايت، هذا بيعتمد على النظام تبعك. الآن لما أجي أحكي له الآن ضف لي قيمة نان على هاي الليست، صار عندي قيمة واحدة. الآن في اللفة اللي بعدها عندي قيمة واحدة داخل الليست، وضاعف حجم الليست لأربعة وأربعين لأني أنا بلشت أضيف قيم. طب ليش أنا هون كان حاجز 28؟ هذا الحجم فقط بمثل عندي الانفورميشن إنه هاي عبارة عن ليست، شو العمليات اللي أنا ممكن أقوم فيها، فبدي 28 بيت أو بايت لحتى أتعامل مع هاي الانفورميشن عن الليست. لما أنا حكيت له ضف لي أول قيمة اللي هي قيمة النم طبعاً، حكى لي الحجم صار 44. طب ليش الحجم صار 44؟ اللي هي الدايناميك الري وعملية مضاعفة الحجم اللي إحنا حكينا عنها سابقاً. فهو ما يعني مش شرط يضاعف لك إياها كل مرة يضرب في اثنين، ممكن يستخدم معادلة خاصة فيه لحتى يغير حجم الليست. ضفنا القيمة الأولى، الثانية ضفنا الحجم ثابت، الثالثة لعند القيمة الرابعة شو لقينا؟ أنه أنا عندي بالقيمة الخامسة رجع اشتغل لي شغل الدايناميك أري والريسايز اللي إحنا حكينا عنه بالخطوات بالسلايد اللي قبليه، فرجع ثبت ليها عند قيمة قيمتين ثلاثة أربعة. عند القيمة التاسعة برضو رجع غير لي. طيب هون لو أنا حطيت بدل خلينا نحكي 10 خلينا نحكي 30 قيمة، نعمل رن مرة ثانية، طلعوا بعد 92 92 أخذ لي إياها عن 8 قيم وراء بعض، رجع غير لي لإيش؟ ل 128، ثبت لي إياها لعند 8 قيم متتالية، رجع غير ل 168. إذن حجم هاي الليست عم بتغير معاي مع إضافة القيم عليها. بعضكم ممكن يحكي طيب لو ضفت هون أرقام أو كاركتر أو بوليان فاليو أو فلوت فاليو ما رح تتغير عندي الفاليوز. ليش؟ لأن هون ما بياخد بعين الاعتبار القيمة شو مخزنة عندي بالضبط، وبيهمني عندي هون إيش حجم الليست، المواقع اللي عم بحجزهم لا يحط لي الاندكسز والعناوين أو الرفرنسز للقيم الفعلية. القيم الفعلية ما عم ياخذ لي حجمهم شو هم نهائيا، فحجم القيم الفعليه المخزنه داخل الليست ما مش ماخوذ بعين الاعتبار من خلال هي الميثود اللي هي get size of. اوكي لغايه الان؟ فاذا مره ثانيه حرف قيمه ان انت بدك تحددها من عندك، فبدك تثبت، وبحكي لك most fixed choice، لازم انت تختار رقم ثابت من عندك. هون عدد القيم اللي انا كل مره عم بخزنها داخل الداتا، هون بجيب لي حجم بالبايتس. جملة الطباعة أنا اختصرتها أنه عملت A فاصل B فقط، ما كتبت هاي الجملة كلياتها. data.append أنه اعمل لي إضافة للقيمة. كشرح أكثر، get size of هي موجودة في الموديول sys اللي هي اختصار لسيستم، بيعطيني report اللي هي تقرير عن عدد البايتس اللي محجوزة لحتى أنا أخزن هذا الأوبجكت في البايثون. طبعاً بالنسبة للليست البايتس اللي أنا بدي أستخدمها لحتى أحط الرفرنسز، وليست البايتس اللي أنا بدي أستخدمه لأحط القيم الفعلية داخل هاي الليست أبدا. واضحة الفكرة؟ طبعا هون إذا ضفت كمان حطيت 100، بس ننتبه أنه نحط رقم ثابت في كل مرة، فأتغير عم بتغير من 128 ل 168 ل 212، عم بثبت لي إياه لفترة أطول الآن
لا 260 طلعوا 260، أخذ فترة منيحة، عدد قيم منيح تقريبا 12 قيمة، بعد هيك 316 نفس الشيء، 380 452. طيب هاي الأرقام لازم تكون ثابتة بين كل الكمبيوترات، الإجابة لا. راح تشوفوا أنه أنا الأرقام اللي طلعت عندي هاي مثال مختلفة تماما عن هذا الإكزامبل. فهون اللينكس عند عدد القيم صفر كان 72، قفز لل 104، بعدين لل 136، بعدين لل 200. هذا بيعتمد على إيش؟ على نوع نظام التشغيل اللي عندك، نوع الهاردوير الموجود على كمبيوترك. فالقيم هاي مستحيل تكون ثابتة بيناتنا كلياتنا، يعني ممكن إنه يتشابه بين بعض الطلاب إذا كان عندهم نفس نظام التشغيل وكمبيوتراتهم، خلينا نحكي متقاربة بحجم الذاكرة والتعامل معها، لكن المعظم رح نشوف فروقات بهي الأرقام الموجودة عندي. مرة ثانية بتختلف على نظام التشغيل وعلى حسب حجم الذاكرة الرئيسية، وأنا السيستم أو النظام عندي هو 32 ولا 64 ولا 86، فكل واحد فيهم رح يعطيني أرقام مختلفة عن غيره. بحكي لي if a user continues to append elements، إذا ضل المستخدم يضيف عندي قيم، فأني reserved capacity will eventually be exhausted، القيم رح تصير إيش؟ مرهقة، إنه هو يضل يكبر لي الحجم بمساحات صغيرة. فكل مرة شو رح يعمل؟ رح يطلب إنه عملية التكبير للحجم ما تكون ثابتة. فهون ضف لي أربعة، هون أربع مرات، عند أربع عناصر رجع غير لي، عند أربع عناصر رجع غير لي، الآن عند ثمانية فضاعف الكمية، عند 12 عنصر الآن ضاعف لي حجم الأري. فإذا هو عم بحاول بدل ما يضل إنه هو ضاعف كل مرة بمقدار أربعة يزيد، المرة الأولى أربعة، المرة الثانية أربعة، بعدين بصير يزيد لي ثمانية ثمانية، بعدين 12 12، بعدين مثلا 16 16، اللي هي 2 لقوة رقم معين بشكل عام عم بيتعامل معها. حكي لي because list is referential structure، بما أنه اتفقنا أنه list هي referential، النتيجة من result of أو result of من get size of هي عبارة عن حجم list نفسها. بحكي لي only include size for representing its primary structure، اللي هي الindexes العناوين فقط لغير، بالإضافة لمعلومات list. It does not account for memory used for object. فبغض النظر عن نوع القيم اللي أنت عم تخزنها، هو مش عم بحسب لي لا نوع القيم ولا القيم الفعلية قديش أخذت مساحة في المين ميموري. هو بهمه الاندكسز، كم أنا حجزت لهم مساحة كاندكسز ومساحة للإنفورميشن اللي بتخص الليست. القيم الفعلية المخزنة داخل هاي الليست ما بيحسب حجمهم أبداً. In the experiment, we repeatedly append none to the list because not care about the content. إحنا ما بهمنا نوع الكونتنت. هون بعضكم ممكن بيجي يحكي لي إنه ضف لي قيمة، أضيف لك رقم K. فالK هو 0, 1, 2, 3 لغاية 100 الآن، اللي هي 99. هل تغيير على الأرقام السابقة؟ ما تغير عليهم شيء. بلش لي من عند 28 مرة ثانية ل 44، لا الأرقام اللي هي نفسها 60 92، وهكذا. فبغض النظر شو نوع القيمة اللي أنت عم بتخزنها هون، اللي عم بتدخلها على هاي الليست، هو هاي القيمة لا تحتسب من خلال الحجم، فهو فقط بيحسب لك الاندكسز المواقع اللي أنا عم بخزن فيهم العناوين الرئيسية فقط لا غير. أوكي لغاية الآن؟ أي سؤال لغاية هاي النقطة؟ هون رح أعمل سكيب شوي عنه، بدي أشرح اللي بعديه، وهون رح أرجع لها المحاضرة القادمة حتى نشرح الكلاس كلياته. طبعا رح نكتبه على البايثون ونشوف كيف ضفنا كل جزئية، شو الكمبلكسيتي لكل جزئية من هذا البرنامج، كل ميثود، وكيف رح نستدعي، وكيف النتائج رح تكون عنه. رح أروح على هذا الإكزامبل اللي إحنا لساتنا بنحكي عن المساحة. الآن رح نشوف برضه الوقت. احنا قبل شوي الميثود اللي كتبناها بتحكي لي انا كل مره كم السبيس راح اضاف، راح اضاعفه، كم المساحه التخزينيه اللي انا بدي استخدمها زياده. طيب عمليه مضاعفه حجم الليست
وتغيير حجم الليست. كم بده ياخذ مني وقت اثناء تنفيذ البرنامج؟ فالان البرنامج التالي بحكي لي انه هو من خلاله راح يحسب لي كوقت الان عمليه الاضافه كعناصر وعمليه مضاعفه حجم الليست كم راح تاخذ عندي وقت بالنانو سكند بالنسبه لنا. فمره ثانيه هي الارقام ما راح تتشابه بين الاجهزه، هي بتعتمد على اداء الكمبيوتر الموجود عندك. فاذا انت اداء كمبيوترك ممتاز فانت راح يشتغل بطريقه سريعه جدا. كمبيوترك بطيء راح تشوف انه هاي ما راح يعطيني اياها. طبعا راح نرجع نشرح هدول، واخر شيء راح اخلي الكلاس والمعلومات اللي فيه لانه راح نشرحهم مع بعضهم البعض. حاجه اشرح الان، خلينا نكتب البرنامج على البايثون. الان ما راح نستخدم السيستم، راح ناخذ تايم لايبراري. ففروم تايم من الوقت راح نستدعي الميثود اللي بتخص التايم نفسه. تمام، فهون احنا طريقه استدعاء جديده الهدف منها اني انا اشتغل مع الوقت والتعامل معه. ديفاين الان راح نستدعي ميثود خاصه فيه اللي هي define. خلينا نشوف انه time timing مثلا، ما بدي اكتب اللي هي المسمى الموجود عندي، وابدي اعطيه ان حسب الرقم اللي انا بدي استدعي من خلاله بالفور لوب اللي راح نستدعيه او من خلال المين بروجرام الموجود عندي. مره ثانيه الداتا راح ناخذ ليست فاضيه ما فيها قيم. الستارت راح تساوي عندي اللي هي البدايه الوقت، امتى بلشت احسب بالوقت كتنفيذ لهذا الميثود او الفانكشن اللي عندي. الان for k n range of الان اللي هي القيمه اللي بعثناها already، راح نحكي له انه بدي اضيف قيم على الاري. هون ما راح نشتغل لا على length وعلى اللي هي get size of. هون أنا بدي أعمل إضافة لقيم بشكل عام وأشوف كيف رح يغير لي أو كيف مع الوقت رح يشتغل هذا البرنامج على حسب عدد القيم اللي أنا بدي إياها. الأند بس ينتهي الفور لوب، خليها تساوي التايم يقرأ لي إياه الآن. بعد هيك بدي أحكي له أنه رجع لي الوقت الفعلي أو خلينا نحكي اللي هي الأفرج تايم الموجودة عندي حسب القيم الموجودة عندي في كل مرة أو في كل لفة. فأند ناقص ستارت على عدد القيم لحتى أنا أشوف كل قيمة فعلياً كم أخذ لها وقت. الآن نكتب المين بروجرام. شو بدنا نكتب بالمين بروجرام؟ ما يستدعي التايمينج هذا. هاي تايمينج. أعطيكم العافية. ما بعرف آخر شيء شو آخر معلومة أنتوا سمعتوها. تساوي بالكود دكتور عند الـ end. اوكي اخر شيء كنا اللي هي عند الـ end بتساوي تايم حتى انا اقرا وقت الانتهاء من الفور. هون الان بتمثل انه انا كم مره بدي اعمل اضافه او كم عدد العناصر بدي اضيفهم على هاي الداتا. بدنا نشوف الـ end ناقص start على ان لحتى اخذ average انه انا لكل قيمه من القيم اللي اضفتها كم احتاجت لوقت فعلي لحتى تضيف لي اياه. تايمينج مره ثانيه راح يكون بالنانو سكند. فالان راح نستدعي اذا كانت عندي الان 10 ونفذنا البرنامج. طبعا هون انا ما عملت برنت سوري حتى يرجع لي القيمه ويطبع لي اياها. فبدي اعمل برنت اذا انا عملت تايمينج ل 10 وبرنت اذا بدي اعمل ل 100 الان حتى نشوف الفرق ما بينهم للرقم 100. فبدنا نشوف الفروقات ما بينهم. فطلع عندي انه 0 كوقت، بعد هيك التايمينج ل 100. اوكي كتابه البرنامج غلط. شو كتبنا احنا غلط؟ تايم تايمينج اي ان جي دكتور. يس الاي ان جي التنفيذ. فحكى لي 0 على الحالتين. ليش؟ لأنه هو عم بقص لي بالنانو سكند.
ما عم بقص لي بأرقام كبيرة جداً، فلما يعمل عملية القسمة بطلع لي إنه إيش الرقم هو زيرو في النهاية. طبعاً إذا أخذت الأرقام بالملايين رح تشوف في عندك فروقات، إذا أنت طبعاً هون عم بتعامل 100, 1000, 10,000 إلى آخره تا يوصل للقيمة النهائية. رح أعمل ستوب هون المرة هاي، المرة القادمة رح نبلش نتعامل مع الأري اللي هي خليني أخذ المسمى هذا اللي موجود عندي هون، كيف نشتغل معاه، كيف أنا بدي أستخدمه من ضمن الكلاس اللي هي Array Test List، وكيف نعدل عليه ونستخدم طرق جديدة هاي المرة في البرمجة. أي سؤال لغاية الآن دكتورة؟ تفضل. يزيد فضلك، أنا قدمت الأسايمنت متأخر بعد ما بعد الديدلاين كان المفروض أنه ما نسلم متأخر نهائيا، ما تا راجعت المحاضرات كنت شوي مش فاهم المادة حتى ولو البداية. احنا حكينا محاضرة يوم السبت، هي ايش هي لحتى تراجعوا المادة ولحتى تحلوا اي شيء مطلوب منكم. فأنا أوردي لغيت الكويز، كنت طالب حكيت لكم رح أعمل كويز أو حلقة نقاش لغيتهم بناء على طلبات الطلاب من كثر الإيميلات اللي وصلتني منكم، فلغينا. طيب على الأقل إنه إيش نعمل؟ إنه نحل الواجب بالوقت. أوكي؟ يعني هيك ما رح تقبليه مني؟ لا ما رح أقبله، يعني أنتوا مش طلاب سنة أولى أو مش أول مرة خلينا نحكي أنتوا بتقدموا هوم ورك وبتحلوا، فما رح أقبله، بعتذر منك. شكراً. يعطيك العافية، يعطيكم ألف عافية، ونلتقي المحاضرة القادمة.